بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم في مجلسكم، مجلس المهيزع، مجلس أخونا عبد العزيز أبو عمر. هذا المجلس تعودنا عليه كل أسبوع، وبالتحديد في يوم الأربعاء اللي ضم رواده وأحبابه في هذا المجلس الكريم، سواء من محافظة المحرق أو من أي محافظة في مملكة البحرين. رحب فيكم في هذه الأمسية اللي تجمعنا، واللي راح ناخذ فيها أحد المبدعين اللي تفتخر فيهم البحرين للأمانة، مهندسنا عمر الحمر، اللي راح نتعرف عن دورة علمني السفر. أنا أتوقع إذا التزمنا بالهدوء وحافظنا يمكن راح تكون هناك سبائك ذهب وسيارات لكسس صح ولا أي إن شاء الله إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. فراح نأخذ إن شاء الله محاوراتنا اللي راح تستغرق تقريبا ساعة لساعة ونص مع مداخلاتنا ونقاشنا وأسئلتنا أيضا. محاور الندوة راح تتطرق حق أربع محاور أساسية. بدايتها، هل أنت من هواة السفر؟ طبعا ما أعتقد في إن أحد هني ما يحب السفر، وأعتقد أن نسمي الخرطوم لبنان بعد أعتقد أن لما نركب خرطوم الطيارة نسميه ممر السعادة، والكل متفق على هذا الجانب. الكل لما يدخل المطار غير نفسيته، تكون عنده مثل ما نقول جو المرح والسعادة وغيره من هاي الأمور، لأنه هو رايح على جو بيغير وبيطلع من الجو اللي هو فيه. النقطة الثانية أو المحور الثاني، هل أنت تتعرف على أسهل وأفضل الطرق للتوفير في السفر؟ أعتقد ما حد فينا ما يحب التوفير في السفر، راح نتعلمها مع المحاضر. النقطة الثالثة، هل تريد السفر ولكنك تخشى التكلفة العالية ولا تعرف كيف تسافر بأرخص طريقة ممكنة؟ أيضا راح نتعرف عليها. النقطة الرابعة والمحور الرابع، هل تجد السفر مملا؟ هذه راح نتعرف عليها. وتريد أن تعرف أو تعرف كيف تستمتع أو تستمتع بالآخرين أو مع الآخرين بالسفر. خلنا نأخذ السيرة الذاتية عن محاضرنا. السيرة الذاتية الأستاذ عمر أو المهندس عمر خالد الحمر، مهندس طيران يعمل في طيران الاتحاد، مدرب حياة وناشط اجتماعي وعضو مؤسس في المدرسة العربية للكوتش، يهدف لنشر الوعي الاجتماعي بين الشباب والفتيات بأسلوب جديد ومبتكر. قدم الكثير من العناوين المثيرة للمحاضرات والندوات في كثير من المجالس والمساجد والجمعيات الخيرية والتطوعية أيضا، مثل قصة الحشاشين وعودة الدجال وحقيقة السامري والكازين في العمل الكايزن في العمل التطوعي، وآخر محاضرة غسيل المخ التي تقدمها في مجلس الحسيني بتاريخ 21 أكتوبر، وهي موجودة أيضا على اليوتيوب ويمكنكم الاطلاع عليها. خلونا نأخذ مهندسنا ونترك له المجال في خلال نص ساعة، ومن ثم نأخذ مداخلاتكم ونقاشكم فيها. تفضل. السلام عليكم. اعذروني يا جماعة، أنا بس عند أساس الكل يشوفني وأكون واقف هني على أساس شوف الكل والكل يشوف. تمام. في تاريخ 6 أكتوبر 2018 كنت مسافر إلى واحدة من الدول، وعقب صلاة الفجر قلت أبوي خلني أتريض، خلني أتمشى شوي نستكشف المنطقة. وأنا أتمشى حصلت واحد من هالمخابز، طبعا ما يسوي خبز خباز بس يسوون هالفطاير، فقلنا ننزل عنده ونتريق. ثاني يوم من وصلت الهيرة فنزلت وسلمت عليه وتميت اسولف معه، فقال لي شكلك خواجة. قلت له نعم والله توني جاي توني واصل عندكم. كان يقول لي انت شكلك واحد وايد تسافر. استغربت ابن الحلال شلون عرف مكتوب على وجهي وايد يسافر يعني ولا شو السالفه؟ قال لي لا بس الطريقه اللي انت تتكلم فيها شلون انت قاعد معاي، انت ايش كثر لك عندنا هني في الديره؟
قلت انا البارحة وصل، قال لي انا اقول هذه الطريقة اللي انت تتكلم فيها طريقة شخص فعلا متعود على السفر. ليش؟ لان السفر يا جماعة الخير بحد ذاته مدرسة. السفر مو بس خسارة الفلوس، لا، السفر عبارة عن استثمار الواحد يستثمره في نفسه. شلون الواحد يستفيد من السفر؟ وقبل نقول الواحد شلون يستفيد من السفر، خلنا نقول شلون الواحد أول شيء يقدر يسافر. أعتقد يمكن الغالبية العظمى من الناس عندنا هني في البحرين يفكرون أن احنا ما نقدر نسافر لأن السفر وايد مكلف. فهل السفر فعلا مكلف؟ هل السفر فعلا وايد غالي؟ ولا في بلدان الواحد ممكن يروح لها بأرخص ما يمكن؟ هل في طرق الواحد ممكن يروح حتى لو هو متقاعد ممكن انه هو يسافر ويستمتع؟ كل هالامور اكثر ان شاء الله راح نيها من خلال العرض. وقبل ما استرسل معاكم في الكلام بعرفكم بنفسي، عمر الحمر، مدرب وشاب بحريني ناشط اجتماعيا لي كثير من المساهمات، وعندي قناة على اليوتيوب طلعت على مجموعة كبيرة من القنوات، تلفزيون البحرين وغير تلفزيون البحرين. اي شخص مهتم يحب يتعرف عليه اكثر يكتب اسمي في اليوتيوب او في جوجل وبيحصل المقاطع هذه كلها موجوده قدامه. هذه مجموعه من العناوين اللي قدمناها، اي شخص فيكم مهتم يقدر يشوف العناوين هذه، واغلبها مثل ما قلت لكم كلها موجوده في اليوتيوب. قبل ما اوصل ابي اثنين او ثلاثه يشاركوني اذا ممكن. عندنا ثلاث اسئله نبي الجمهور يتفاعل معي. ليش حضرت اليوم؟ يعني شنو اللي شدك وخلاك تحضر اليوم؟ الشغلة الثانية شنو يعني لك السفر؟ والشغلة الثالثة هل عندك خبرة في السفر؟ هل سافرت من قبل؟ ما سافرت من قبل؟ وإذا سافرت من قبل وين رحت؟ ممكن أحد يشارك ويانا؟ تفضل أبو عيسى. سلام. بس واحد ولا المشاركة؟ احنا بنلف على الميلس يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هاي ثلاث أسئلة. في البداية نشكر صاحب المجلس، نشكر الإخوان اللي قدم المحاضر والمحاضر. طبعا حضرت شدني طبعا العنوان. حلو. وأنا من اللي يسافرون وايد. حلو. يعني يمكن 3 إلى 4 شهور في السنة أنا خارج البحرين. ما شاء الله. من زمان يعني من زمان. طبعا يعني للسفر سعادة مثل ما تفضلت. طبعا السفر فيه منافع وعلم صحيح وصحبة وعلاقات واكتشاف شيء جديد ما شفته من قبل صحيح. خبرتي في السفر يعني ما عدا أمريكا الجنوبية ما رحت لها. ما شاء الله وصلت القطب الجنوبي ما شاء الله؟ لا، القطب الشمالي وصلت. الجنوبي ما رحت؟ لا. انت بكتيكا ولا شو اسمها؟ لا يعني رحت فوق القطب الشمالي ما شاء الله او قريب من القطب الشمالي يعني لان السفينه اللي كنت فيها انا كنت تقعد محلي لا كرامه لك وياي هذه كرامه حق الرجل ولكم الله يسبحك والجماعه تسلم. طبعا من احلى المناطق اللي زرتها النرويج طبعا، وزرت تازمانيا في استراليا، قليل من الناس اللي عارفها. تازمانيا هي جزيرة كانوا الإنجليز ينفون فيها المجرمين، ينفونهم بعائلاتهم كاملة. وضيفي باخرة زرت ناغازاكي وين ضربوا القنبلة النووية، وذيك السنة كان في سنومي ضربوهم اليابان. وزرت ملفورن ساوند في جنوب نيوزيلندا، يعني هذه الكناري ايلاندز والجزر اللي قريبه منها ماديرا وما ماديرا. فاغلب هالدول زرتها. طبعا الدول الشيوعيه اللي يسمونها الشيوعيه من روسيا ومن لتوانيا استونيا، هذه بعد بفضل الله يعني زرتها. ما شاء الله. واختصر وشكرا لك. يعطيك الصحه والعافيه. ليره ايش حد يبي يشارك؟ تفضل الميكروفون. أحوال أي سؤال عندنا؟ هي كانت بس مجرد مداخلات، لكن أي سؤال أكيد هندونا ونخلي لنا نهاية المحاضرة ومن ثم نترك المجال للنقاش. إحنا إن شاء الله راح نستمر الحين بالعرض إن شاء الله بشكل سريع ونحاول نختصر عشان نعطي مجال حق الأسئلة.
المحاور اللي راح نتكلم عنها هي اربع محاور مثل ما انتم شايفين ملونين. بتكلم بدايه عن تجربتي الشخصيه انا مع السفر، بتكلم عن سبع اسباب مهمه ليش لازم احنا نسافر، وبعدين راح اذكر اربع عوائق تخلي الانسان ما يحب يسافر، وبعدين راح احط اذكر ثمان افكار مهمه ومعينه للسفر، واخر شغله راح اتكلم عن شيء او برنامج اسمه اير بي ان بي. فمستعدين؟ نعم مستعدين. نبتدي بسؤال، نقول شنو دعاء السفر، حافظينه ولا مو حافظينه؟ خلينا نقول الاحزمه اول. ها نربط الاحزمه؟ اي خلاص نربط الاحزمه، نجيب المضيفه تسوي لنا مقارنه. حافظين دعاء السفر؟ نعم. الناس اللي تسافر الحمد لله رب العالمين، بس نتذكره مع بعض. الله اكبر الله اكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد. شيء حلو ان الانسان دائما يبتدي اي عمل يسويه بذكر الله سبحانه وتعالى على اساس ان الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا الشيء. فجميل، واحنا الحمد لله كمسلمين عندنا ادعيه حق كل شيء في حياتنا. طبعا انا كوني موظف في طيران الاتحاد من زمان تنزل لي تذاكر مخفضه، بس الشيء الغريب واللي يمكن اغلبكم يستغرب منه، انا واحد ما كنت احب اسافر. كل ما كانت تجيني اجازه من الدوام او اجازه اي البحرين على طول عند الوالده. الشباب يسافرون بين تايلاند بين امريكا بين كندا، وانا ابد من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، وفي اقرب اجازه على طول ارجع البيت. في 2012 واحد من الشباب قال لي يا عمر ايش رايك نسافر؟ قلت له نسافر وين؟ انا ما عمري سافرت بروحي. قال لي يا اخي ما في شيء، نروح نستكشف. وبالفعل طلعت معاه اسبوع، صار اجازه عيد الاضحى مع ويكند، وسكلبنا اعتقد يومين ثلاثة ايام، كان في إجازة كذي أو يوم دوام وسط الهاي سكلمنا كعادة البحرينية وسافرنا. ويوم سافرنا رجعت عرفت أن السفر لأي درجة ممتع، وهذا الشيء خلاني أسافر ثلاث دول في شهرين. الحين عاد بنسوي اختبار كذي على السريع، اللي عاد يجاوب يجاوب. أول دولة رحت لها هذه الدولة، شنو هالدولة؟ أعتقد كلكم تعرفونها صح؟ بريطانيا. سريلانكا. حلو ما شاء الله الناس رايحة وشايفة زين. هذه يابان. لا كوريا. أي واحدة؟ جنوبية. الشمال صعب الواحد يدخل الشمال، وبقول لكم عن الشمال. هذه ها لا يلا بدنا ندخل في الشيء الصعب. ماليزيا. لا 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 اذربيجان. اذربيجان هذه قضى عليكم الموجة. هذه بيلاروسيا، واخر شيء طبعا اللي كنت فيه العام اللي طبعا الكل ان شاء الله نسوي حملة مو مشكلة. طيب سبع اسباب سريعا تخلي السفر وايد مهم. شنو هالاسباب السبعة؟ اول شغلة كسب اصدقاء جدد. انا لما اسافر طبعا انا لما اسافر احيانا اكون رايح مع ناس انا ما اعرفهم، فلما اسافر مع ناس ما اعرفهم او لما اروح الى ذيك الديرة والتقي بناس طيبة يستضيفوني. يعني انا يوم رحت لبنان اخر مرة اتذكر سافرة لبنان غيرت انطباعي عن لبنان تماما. في لبنان تخيلوا يا جماعة بعد ما صليت الفجر رحت حق الامام قلت له ابي اعتكف، فقال لي في جماعة يجلسون اذا تبي تقعد معاهم. فقلت له شنو عندهم؟ قال لي حلقة ذكر. حلقة ذكر في لبنان؟ والله وقعدت وياهم حلقة ذكر وقراءة قرآن للشروق. استغربت
واحد من الشباب جزاه الله خير اخذني، طبعا انا رحت لبنان، رحت شمال لبنان، رحت الى طرابلس اللي هو السنه، معقل السنه في شمال، في شمال لبنان. اخذني الى المناظر الطبيعيه، شفت حريم منقبات، فكنت اساله اقول له هذيل السواح؟ يقول لي اي سواح؟ هذيل اهل البلد. قلت له لبنانيات منقبات حجاب شرعي كامل؟ قلت له صراحه سامحني احنا ظالمينكم. فالشاهد من الكلام، انا يوم رحت لبنان والتقيت بهالناس الطيبه صار عندي اصدقاء جدد، وصار عندي ناس احب ارجع ازورهم مره ثانيه. في الديره كل الناس ربعك وكل الناس طيبين وكل الناس زينين، لكن الربع الحقيقيين هم اللي بينون في السفر. لماذا سمي السفر سفرا؟ لانه يسفر عن اطباع صاحبه، مثل ما كانوا يقولون الاوليين. طيب، مشاهدة أشياء لم تخطر على البال. كلنا سمعنا بتاج محل، كلنا سمعنا بالأهرامات، كلنا سمعنا ببرج إيفل، لكن من فينا راح وشاف هالشغلات حق وحقيقة؟ أبسط مثال الكعبة، بيت الله، يا ما شفنا لها صورة، بس أنا متأكد أن كل شخص فيكم أول مرة راح العمرة ويات عينه على بيت الله شاف الكعبة، تتذكرون شنو كان الشعور؟ تدمع العين، تدمع العين لما انت تروح. طبعا انا تكلمت عن الـ عن الـ عن الكعبه بحكم ان انا متاكد ان الكل راح العمره، بس انت لما تروح وتشوف الشغلات هذه، تشوف عجائب الدنيا السبعه، تشوف المناطق الحلوه، تشوف الخضره، تشوف الطبيعه، يختلف معاك الوضع. حد منكم يعرف هذه شنو؟ شو تشوفون هني؟ أذربيجان هذه النار. ايوه نار حصل بالضبط. هذه يا جماعه منطقه اسمها يانار داغ. يانار داغ هذه عباره عن منطقه او جبل في اذربيجان تحت غاز طبيعي، نتيجه عوامل التعريه والتضاريس وحركه الارض ومن هالامور. شو اللي صار؟ تسرب الغاز، واعتقد نزلت عليه برق ولا رعد ورا هالجبل، وتمت النار مشتعلة هذه من 4000 سنة. 4000 سنة لا ريح تطفيها، لا ثلج يطفيها، لا ماء يطفيها. هذه صورة فلشتة مثل ما انتم شايفين. انا يوم رحت اذربيجان كنت حريص ان انا اروح وازور المنطقة هذه. خلونا نشوف مع بعض ان الانسان لما يسافر يكتشف نفسه ويكتشف الناس من حوله. شلون يكتشف نفسه؟ انا اتذكر يعني الواحد لما يسافر ينحط في مجموعه من المواقف تصير معاه بعض الامور، فهو ما كان يدري انه هو يقدر يسوي هالشيء. انا اتذكر يوم سافرت سريلانكا وسافرت المغرب، سافرت مع 2 مختلفين، فما كنت ادري ان انا شخص فلكسبل، ما كنت ادري ان هذا شيء موجود فيني. يعني الشخص اللي سافرت معاه سريلانكا قال لي انا ياما سافرت مع ناس وكنت كل ما اسافر مع شخص يلوع كبدي، الا متى بنوصل؟ الا متى بنرقد؟ الا يا اخي خلنا راقدين؟ الا ليش نطلع؟ الا ليش بنتسلق جبال؟ يقول لي انا اقول لك نقوم الساعه 6 تقوم الساعه 6، اقول لك بنتاخر تتاخر، بنطلع خط نطلع خط، ابدا ما تعارض اي شيء. ويوم طلعت المغرب مع شخص ثاني ايضا قال لي نفس الكلام، فاكتشفت ان انا انسان الحمد لله انسان فلكسبل. انا لو كنت عايش هني في البحرين وطول وقتي عايش في البحرين كان ممكن اكتشف هالشيء، بس السفر خلاني اعرف الشيء هذه اكثر عن نفسي. ومثل ما قلنا اكتشف الناس اللي حولي، لان الناس في البحرين وفي ديرتك كلهم ناس طيبه، لكن الشخص الكريم بيبين معاك في السفر، الشخص اللي فعلا سند وعون ايضا راح يبين في السفر. هذه مخطط حق شخص، حق عالم اسمه دانين كروغر، اسم تاثير دانين كروغر، يتكلم شلون الانسان يكتشف نفسه. يقول ان كل انسان اول ما يبتدي في حياته العمليه، خلونا نتكلم عن الوظائف على سبيل المثال، اول ما يبتدي يكون تكون الثقه عنده مليون، يحس نفسه هو العريف وهو اللي فاهم كل شيء. لكن مع الوقت لما يشوف ان في وايد امور هو لازم يتعلمها، فالثقة عنده تقل. مع الوقت يوصل حق مرحلة لما يصير خبير ترتفع عنده الثقة، ولما تزيد عنده الثقة
يصير إنسان خبير، ما يوصل طبعاً حق 100%، لأن 100% أحياناً تخلي الإنسان يوصل إلى مرحلة الغرور، لكن مع زيادة الخبرة، مع زيادة الخبرة أنت تصير إنسان يعني عملي أكثر وتقدر تتعامل مع المواقف كلها. بالضبط، السفر يخلي هذه الخط يوصل بشكل أسرع. يمكن إحنا هني كلنا متقاعدين او على مشارف تفاعل، بس هذه الافكار ليه تتوصلونها حق عيالكم على اساس عيالكم يستفيدون من هذه الامور. النقطة الرابعة، التخلص من التوتر. اي شخص عنده مشاكل، اي شخص عنده روتين ومتغربل من موضوع الروتين، لما يروح يجرب شغلات جديدة، يشوف ناس جديدة، يشوف خضرة، يشوف طبيعة. يعني احنا الواحد هني في البحرين لما يضيق خلقه يروح البحر، او يطلع مثلا يصيد سمك، او يروح يحدق، او يركب طراد، يروح يغوص. ليش؟ لما يكسر الروتين، كسر الروتين هذه يخلي الإنسان يطلع بنفسية حلوة. النقطة الخامسة، تصير عنده وايد قصص وتصير عنده وايد مواقف. واحد من الشباب الله يحفظه ما كان عنده خبرة في السفر، سافر إلى أمريكا ماخذ فلوس البعثة حق 4 سنوات، حاطها في جيبه، حاط في جيبه يمكن 20,000 دولار. طبعا انت تسافر الى امريكا وشايل كاش، تبهدل مسكين، تم في المطار ما ادري ايش كثر، وصارت معاه مواقف وصارت معاه قصص. فاحنا لما نجلس في الميلس ويقص علينا القصه مره ومرتين وثلاث، شيء حلو ان الواحد يكون قاعد في ميلس والناس كلها تسمع له. اذا انت كنت انسان تبي الناس تسمع لك، سافر اكثر، بتصير عندك قصص اكثر والناس بتحب تسمع لك وبتحب تسمع سوالفك. النقطة السابعة، قضية تنمية حب الاستكشاف. انت لما تسافر معناته انت تحب تستكشف اكثر، ولما تستكشف اكثر فهذا الشيء راح ينعكس على حياتك، وبتصير حتى في الديرة تحب تستكشف اكثر. والانسان اللي يحب يستكشف اكثر معناته يحب يتعلم اكثر، ولما يحب يتعلم اكثر معناته انه هو راح يرتقي وشخصيته راح تصير احسن واحسن واحسن. والنقطة السابعة، موضوع الأكل. في ناس تسافر عشان الأكل، في ناس يسافرون إلى شرق آسيا. ليش؟ يقول لك أنا أبي أكل عقارب، أبي أكل حشرات، أبي أكل سيفود. نعم، في الناس أذواق. السفر بحد ذاته، لأن إحنا أنا أتذكر أحد الأشخاص كان يقول لي أطيب أكل هندي كلته في الهند. قلت أنت ما عندك سالفة يعني مسافر للهند عشان تأكل أكل هندي؟ ما في مطاعم هندية هني في البحرين؟ قال لي الأكل اللي هني مو بفرش أول شيء، وبعدين البهارات مو نفس البهارات اللي هناك. أنت لما تروح إلى الديرة اللي تأكل فيها الأكل هني، أنت فعلا تستند وتستطعم الأكل مثل ما هو. في تركيا وأذربيجان يأكلون خيول، في أستراليا يأكلون شنو؟ كنجر، يأكلون الكنجر. هذه أمور إذا أنت تحب تجربها لازم تروح إلى تلك الدول على أساس أن أنت تجربها. على موضوع الاكل خل اقول لكم، احد الزملاء اللي يشتغلون معانا ذاك اليوم قاعدين في الدوام وطلعنا موضوع الاكل وشنو اغرب شيء انت اكلته في حياتك، فقال يا جماعه انا اكلت تمساح بالغلط. قلت له زين، اكلت تمساح بالغلط شو المشكله؟ كان يقول لي التمساح حرام. قلت له من يقول لك ان التمساح حرام؟ قال لي التمساح له نار. قلت له شوف، احنا اذا بنتكلم كعلم وكفقه، هو ميتة البحر حلال مثل ما احنا نعرف. قال لي بس التمساح يعيش في البر ويعيش في البحر وهو ذو ناب. قلت له من الحلال انا معاك، بس غالبية وقت التمساح، يعني انت ممكن تمشي في غابة ويطلع لك تمساح؟ لا، التمساح في البحر، ولذلك يصنف التمساح او ياخذ حكم البحر، ولذلك يصنف انه هو سمك، وتقدر ان انت تاكل التمساح وانت مطمن. قال لي يعني ما علي شيء؟ أنا ما غلط؟ قلت له أبداً. قال لي تعرف أنا من كلت التمساح من 10 سنين وأنا متلوم؟ قلت له ليش تتلوم؟ على موضوع الأكل بعد، شنو أغرب شيء تتوقعون شخص ممكن يأكله على موضوع الأكل؟ كوريين. الكلاب في كوريا. ليرود. مو شيء غريب. هذه قال لي الأكلة هذه واحد من الأشخاص امريكي سافر الى غابات الامازون عشان نساعدكم. تتوقعون شنو اغرب شيء كله؟ حيه نمل. كل بوب كورن نمل.
وعلى موضوع الاكل ازيدكم على موضوع الاكل انا قلت له انت شلون تاكل شيء يعني عفوا انا شلون باكل زهويه مثل ما نقول في شرق اسيا ياكلون الزهويه شلون انا ممكن اكل شيء يعني انا مو متعود عليه فاعطاني معلومه قال لي شوف لما تسافر دام اهل البلد ياكلون هالاكل تقدر انت تاكله لكن حط بالك في عن شغلتين لازم تنتبه لهم لما تتعامل في الاكل قلت له شنو هالشغلتين قال لي اول شيء الماي هم كونهم عايشين طول عمرهم في هالديره حتى لو يفتح اللوله ويشرب ما عنده مشكله جسمه متعود انت اذا شربت من اللوله يمكن تمرض هو ممكن يغرف من النبع ولا يغرف من البير ويشرب انت اذا شربت من هالماي ممكن انت تنضر عشان كذي اشرب دائما ماي صحه وماي معلب والنقطة الثانية الفاكهة اكل فاكهة والفاكهة طيبة بس كون حريص ان انت تغسل الفاكهة قبل لا تاكلها ان انت ما تعرف شنو الحشرات او شنو الميكروبات اللي موجودة هناك هما كأهل بلد متعودين لكن انت شخص مو من اهل البلد لو اكلت الفاكهة بدون ما تغسلها ممكن انت تنضر فهذه بخصوص الاكل خلونا نشوف الفيديو دي اللي يلخص الكلام كله اللي احنا قلناه